كأس الأمم الإفريقية في مصر 2019 والتي تقام على استاد السلام. البروفا للأطفال وكانت البروفا للأطفال حملت أعلام المنتخبات وأعلام الاتحاد الإفريقي على طريقة الدخول للملاعب والتنظيم وغيرها. إن شاء الله إن شاء الله تكون بطولة مبهرة في كل شيء، كل شيء إن شاء الله تكون هذه البطولة فيه مبهرة. النهاردة الحقيقة انتشر على الفيسبوك وزير الرياضة بيلتقي ساديو ماني، واحد من أهم وأفضل اللاعبين في أفريقيا الحاصل على تاني أفضل لاعب بعد النجم محمد صلاح. التقى به النهاردة الدكتور أشرف صبحي خلال تفقده لحفل أو لاستاد إسماعيلية، وأشاد باللاعب وأشاد بتواجده في مصر، وأيضا اللاعب أبدى سعادته بتواجده في مصر بلد صديقه المقرب محمد صلاح، والذي يتمنى له أن يظهر بصورة جيدة ومتألقا كعادته مع منتخب بلده. وداعب ساديو ماني طبعا بيهزر، يعني بيهزر مع وزير الشباب والرياضة وقال له يعني إيه إن السنغال هي اللي هتفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكن يعني وزير الرياضة برضو دعبه وقال له ماشي ما نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الموضوع، ولكن أنت مرحب بيك دائما في مصر.